سماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء شعاع النور بكل سرور يزور الكل بلا استثناء صباح الخير صباح النور صباح عطر الأجواء كوفاء النحلة للوعد سوف نفي دوما بالوعد ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض ومعا نتعاون ونجد نتساعد والخير نجد نتحدى كل الصعاب ويدا بيد نتحد سماء زرقاء غيوم بيضاء بينهما شمس صفراء تدق الباب على الأحباب تهديهم نورا وضياء دودو والأصدقاء مرحبا أصدقائي سنبدأ الحلقة أهلا بك القطة الآلية أنا سألعب أولا لقد لعبت الآن إنه دوري الآن أنا الضحكة حسنا أنا سألعب المرة التالية واحد واحد لا داري التدافع ما هذا الصوت؟ إنه صوت القوي شيء قد نفذ على الأرض بقوة دعوني ألقي نظرة انتظرني يا أخي انتظر أنا أيضا نورة نظرة عميقة ماذا رأيت يا أخضر؟ هرا من أين أتت؟ تبدو ككرة شكلها يتغير إن شكلها غريب أي شكل هو؟ إنها تطير لقد عرفت ما هي الآن حقا عرفت ما هي يا بديع؟ إنها قطة آلية من كوكبي تدعى القطة نوفا آلية نوفا يمكنها الطيران فهي تطير في الفضاء بشكل جيد وربما أتت لتأخذني إذا يمكنك الإمساك بها والعودة معها لوطنك أنا قلق من حضور هذه القطة أنا قلق توقف عن قول ذلك دودو وهيا نجد طريقة للإمساك بها ربما بديع يريد الذهاب معها وما أدراك أنت بديع يساعدنا كثيرا يا أصدقائي يجب علينا أن نساعده ما رأيك على أي حال أريد الإمساك بها هيا نبحث عن طريقة للإمساك بها حسنا هيا رائع هذا مثير للضجر هاي سنمسك بالقطة هاي ايتها القطة اقتربي هاي هذه عظمة لذيذة اقتربي هيا اقتربي بسمة كلمة ورسمة اذهب لرؤية الطريقة التي تحافظ بها الحيوانات على نظافتها افعل ما أقول كن حذرا يا أنيس احذر ستقوم بتنظيفه بنفسك إذا لم تحافظ على نظافة ريشك فقد تصاب بمرض خطير يجعلك عاجزا عن الطيران هل أضعت شيئا ما؟ قد أتمكن من مساعدتها في العثور عليه كن ذكيا مرة واحدة إنها تنظف بعضها وتعتني ببعضها عجبا إنه قنفذ إنه قلب البرنامج التالي أكثر أقرباء يعيشون في الأماكن الموحنة تحت سطح الأرض كلمة ورسمة
ما بها القطة؟ هل متعجبها العظمة؟ دودو. دودو ماذا؟ أنت هنا ونحن نبحث عنك دودو؟ قدمت للبحث عن القطة. يجب أن نمسك بها بأسرع ما يمكن. دودو، لماذا تمسك بهذه العظمة؟ ألا تحب القطط العظمة؟ لا تأكل عظاما، إنها تأكل فئرانا يا ذكي، هذا متعارف عليه. ماذا تقصد أخبار؟ إنه مكتوب في الكتب. أنت تخيفني أخبار. إذا كانت لا تأكل العظمة فكيف سنمسك بها أصدقائي؟ علينا أن ننزلها أولا إلى الأرض يا دودو، ما رأيك؟ هاي تعالي انزلي. هاي تعالي اقتربي. هيا. هاي خذي. هذا مؤلم. هاي ايتها القطة تعالي، هنا فأرة شهية، انزلي. اغلب هنا هنا تحدث، انت فعلا مزعج. توقف. لا تلقي القطة. اسرع اسرع يا اخطر، اسرع اسرع. انني قادم يا دودو. يهو. حسنا سأمسك بها الآن. هوبا. ما الأمر أخضر؟ أخضر، أنت على ما يرام؟ لا أصدق ما حصل، كيف صار أخضر؟ حجر كبير. فهم ماذا؟ من فعلها؟ أنت بخير أخضر؟ أخضر. هيا سأمسك بها. أنا ما معين. توقفي. تهربي. توقفي. ماذا هناك؟ لقد تألمت كثيرا. هذا مزعج، لا أستطيع إمساك بها. نظرتك مضحكة مضحكة. أصدقائي أخبروني ماذا حصل لكم؟ متى أنتم؟ كل هذا من أجلك. لقد أصبنا يا بديع. يا بديع. لقد أصبنا ونحن نلاحق القطة من أجلك صديقي. نريد أن نمسك بها لتعود لوطنك. ماذا؟ لكنني لا أريد. بديع، ألا تريد العودة؟ حقا؟ جيد. أنا سعيد جدا معكم ولا أفكر بالعودة إلى وطني الآن. إذن يا بديع سوف تبقى معنا. رائع رائع رائع، سيبقى بديع معنا. بديع لن يتركنا. رائع. أيتها القطة نوبة، دلني على أصدقائي في كوكبنا. أمر رائع أن يعبر المرء عن مشاعره للمحيطين به. لالا 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 سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. شعاع النور بكل سرور يزور الكل بلا استثناء. صباح الخير صباح النور، صباح عطر الأجواء. كوفاء النحلة للورد، سوف نفي دوما بالوعد، ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض. ومعا نتعاون ونجد، نتساعد والخير نجد، نتحدى كل الصعاب، ويدا بيد نتحد. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء.